السلام الله عليكم أعزائي متابعين قناة هو الطريق رضا، كنرحبوا بكم وكنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم والثقة في التعليقات المحفزة الرائعة أعزائي. واليوم باش نشجعوا الناس اللي كيجيهم الطياب صعيب، غادي ندير واحد الوصفة سهلة وسريعة جدا تحتوي على خضر ولحم مفروم وكنوجدوها بسرعة، كتوجد وسهلة في التحضير أعزائي. والمكونات ديالها كنحتاجو إلى لحم مفروم، كنحتاجو إلى زيت زيتون أو نباتي على حسب الرغبة، كنحتاجو إلى بصل، فلفل ملون على حسب المنظر، وكنحتاجو إلى جزر وتوابل والمحبي الحار دير الفلفل الحار. التوابل يمكن تاخدوها كتكون جاهزة هكا كتبع، وكنحتاجو كذلك الى موس. وباش غادي نخلطو كناخدو اناء اعزائي وكنقلبو الموس، وكناخدو الجزر ديالنا وكنقشروه على هذا الشكل بالدغيا، ولا كان في الماء راه دغيا كيتقشر لينا، وما نديروش الموس من البلاصه الحاده، نقلبوه من البلاصه الاخرى. فوالا اعزائي على هذا النحو، وكتجي سهله. انا نوريكم من الف الى الياء، وغتوجدوها في 15 دقيقه تكون واجده هاد الغوسات اعزائي. كنستمروا وكنقطوه هكا، ومن بعد غادي نغسلوه نحيدوه، وناخذوا الفلفل غادي نقطعوا ليه الفوق ديالو على هذا الشكل، نحيدوا ليه الزريعه ونغسلوه اعزائي، نقسموه نصفين باش يتسهل علينا في التنقية ديالو من الداخل على هذا الشكل اعزائي. ونستمر، راه ساهل اعزائي الطياب، ماشي شي حاجه صعيبه، هي خص غير الخاطر يكون عندك وطيب مخير. وهاد الوصفه غادي تشجعكم ان شاء الله بدخول المطبخ. ناخذ الجزر نقطعوه كيف ما بغينا، طويل دائري شكل داكشي كيرجع لينا هنايا على حساب المنظر. غير هي واحد الحاجه ما تقطعوش غليظ باش ما يشدش ليكم الطياب، يكون رقيق شحال ما رقاق شحال ما كيطيب دغيا. هذا هو بالنسبه لختي، درتي غليظ راه غادي يشد لك شويه الوقت. فوالا، وانا نستمر اعزائي، وها الجزر ديالنا وجد. فوالا فيت في، ناخذ الفلفل غادي نضربوه نقطعوه على هذا الشكل باش يسهل علينا. اي فوالا، ونستمروا اعزائي هكا، وغادي نقطعوه نديروا على جوج على ثلاثه، وحنا الرغبه ديالنا وانتم كتشوفوا ساهل. من بعد غادي ناخذ البصل غادي نقطعوا على الشعب، نكونوا منقينا قطعوا على هذا الشكل اعزائي، راه ساهل ما غاديش يعذبكم، فهمتي. والحاجه اللي مطيبها انت بيديك راه سيرتو عطات الوقوف في الاخر كتفرح براسك بيان سور. اي فوالا، احنا تسالينا دابا من التقيه ديال الخضره، قادينها كناخذو مقلاه كتكون نسخنوها، كنديرو الزيت. انا قلت لكم الزيت نتاو لو شوا ديالك، بغيتي النباتيه بغيتي زيت الزيتون نتاو لو شوا ديالك، يبقى هذا اختيار. وغادي نديرو الخضروات ديالنا اعزائي على هذا الشكل. فوالا، شوف بالنسبه للناس دابا الربيع على الابواب ان شاء الله، وكنتمنوا يكون الغابات يطلقوا الناس يدوزوا مثلا لحد في الغابه، وهذه راه يديروا فحال هاد الوصفات راه كتجي ساهله وما غاديش تكلفهم لا ماديا لا في المجهود بيان سور اعزائي، والوقت حتى هو كيكون قليل. اذا هنا غادي ناخذ التوابل ديالنا اللي خلطناها، وغادي نضيفوا النص ديالها، والنص ديالها غادي نحتفظوا به. فوالا، وكنت درت فيهم حتى الملح والفلفل الاسود، ونخلطوا اعزائي المكونات بشويه لينا. فوالا، ها
خلطوا بشويه باش هذاك التوابل تخلط مع الخضروات. فوالا. من بعد اعزائي منين بدات الخضروات ديالنا كيدخلها الطياب، غادي نضيفوا اللحم المفروم، ما نخليوش مجموع، نفرقوه مع الخضروات شويه لينا بقاو بحال هكا كنحركوه حتى كيتخلط لينا مع الخضروات. اي فوالا، نستمروا على هذا النحو اعزائي. والان اعزائي غادي نضيفوا التوابل اللي خلينا نضيفوهم ونحركوا عاوتاني جيدا باش يتخلط لينا كل شيء، مكونات تخلط لينا جميعها. وهكذا أعزائي، ثم غادي نخليوها لخمس دقائق. من بعد غادي ناخدو المعدنوس وباش نسهلو التقطاع ديالو بلا قرادة بلا والو، غادي نقطعوه ديريكتومون، غنجي نغسلوه مزيان ونجمعوه في يدينا في الأصابع ديالنا وبالموس نقطعوه كيجي ساهل الطريقة التقليدية على هاد النحو باش نسهل عليكم المأمورية ويجيكم كل شيء سهل أعزائي. والآن أعزائي غادي نضيف البصل المرقد اللي كيتباع عند مول الزيتون، كيجي رائع أعزائي. فوالا، دابا الوصفة ديالنا قربت توجد، كنزيدوه حتى للأخير، هو كيجي عطانا لوكو قريب شويه للزيتون ولكن كيعطي واحد لوكو رائع مع هاد الوصفه أعزائي. واللي محبي الحار يضيف الحار. فوالا أعزائي، وغادي نخليوه المده ديال 5 دقائق ونرجعوا ليها أعزائي. وهذا هو الوصفه ديال اليوم، الخضروات واللحم المفروم كتجي رائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تشجعونا بلايك اعزائي، واشترك اللي ما اشتركش في القناه، فعل الجرس، بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، والى اللقاء.